رايق ولا مصري؟ يعني لك شو في بينك وبين الحيوان صهري وبين؟ نعم هاتي لنشوف احكي بسرعة وبلا لف ودوران شو في بينك وبين صهري؟ ما في شيء استهواري بيجي لعنا على المكتب بس أنا هذا الحكي ما بيعجبني ما بجيب رأس ماله إذا عندك غيره هاتي لنشوف يلا على أونا على دوة على ترين ما في شيء والله العظيم شو بدك أحكي لك؟ ولك ندى شوف إذا بسمع إنه بيعرف حرف واحد عن شغلنا لحتى وزع لحمك على حاويات البلد كلها عم تفهمي أمرك أستاذ أمرك هذا أولا ثانيا سمعت إنك عاملة أنت ويا روميو جوليت إذا كان هذا الحكي صحيح بدي استخجلتك وجلده عم تفهمي أمرك أستاذ عم تفهمي والله كنت عارفان انك رح ترجعي ايه اذا اهلك 24 ساعة ما تحملوك شلون انا اللي صار لي ولي اهلين اهلين وسهلين قال صاير عم تسب بابا وعم تسب ماما وما حدا قدك يا دكتور صحيح؟ أنا؟ أعوذ بالله مستحيل عامل لي دون جوان؟ عامل لي دون جوان وعم تعشق وتحب وعم بتهين أختي جرب سبنا مرة تانية وشوف شو حاعمل فيك صحيح والله نسيت يا ويلك إذا بيطلع كلام سوسن صح يا ويلك ما بصير المسلسل كما إن الإنجازات التي تحققت لهي دليل ساطع ونقاط مضيئة إيه والله والله نوركم غطى كل شيء
طفوا الكهرباء. شوفي ما في شيء امي سداتي جيب شمع. انطفت الكهرباء مين كالعاده. خير ان شاء الله. ابي وين البطاريات؟ عن طرف التخت حبيبي. يعني الله يبعث الخير، بس كل ما نزلت مطر تنقطع الكهرباء. يا حبيبي كملي قولي تقولي ان في بطاريات. اللي حضر أبكي إن كنت تعرفوا تعيشوا. ما كنتي شو يا مدام سوسن؟ ما كنتي عارفاني انه اخوك الفاشل التافه راح يبهدلني قدام العالم؟ انا الدكتور عادل، واحد مثل اخوك يدعوسني برجليه مثل اي مجرم. يا ريت نقطع لساني ولا حكيت له. فضلي عما انا سامحني مشان الله، سامحني الله يخليك. بعد هيك بكره بتستلمها جاهزه معطره ممسكه. شرف.
بكرة؟ لك أخي نحن قطاع خاص مو دائرة حكومية، يعني شغلنا سريع والرزق شو بده؟ بده خفية. إيه؟ إن شاء الله تزبط معك. إيه تزبط. أنت تركها علي وقول يا رب. طيب وهي قديش بدك عليها؟ والله مو أنا اللي بدي، أنا برضى بأي شيء، يعني أي رزقة أي حاجة، بس اللي بدي يجيبولي الموافقة ناس فوق كتير بالبرج العالي، وهن عينهم فارغة لا تواخذني. يعني من آخرة قديش؟ 5 مليون منيح؟ نعم. شو؟ منيح 5 مليون؟ آه ماشي الحال ماشي الحال. قلتلها الكهرباء مقطوعة والدنيا برد، موت أزرق ومحلوفين وهني ماسكين هالدفكة وهاي تعرض. لك يا أخي بيعرفوا يعيشوا. ابي حظي نفس الكلمة اللي أنا قلتها، لأنه ساعة البسط ما بتتعوض لا 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 زمان ولا مكان، وإيمت ما أجي حط وقول يا بسط. بس ما يكون دقك الحماس والزيت دبكت محفوظ. يا قسما بالله لولا العيب والحياة كنت بدي انزل على الدبكة بس يعني خجلت. مو عوايدك تخجل منوب يا أبي. الله الله لا يهدك عمي فوق تعبك. والله مو قصدي يا أبي، مو قصدك. مش حكيتك مش حكيتك. لا مش حكيتك. والله مو قصدي يا أبي. مو بقصدك ما؟ لك ما بدك تهرب، رجع ولا تخرج رجع. عم تجعني ايدي يا أبي، والله عم تجعني. شو جعلك ما؟ يخرج الله نايمك ولا عندك السادي إن شاء الله. واحد لا شاكر شاكر لك وينك تروح شاكر شاكر.